أهلا بكم في بلا قيود. ضيفنا اليوم طبيب عماني تخصص في طب الأسرة والمجتمع، درس الطب في سلطنة عمان والمملكة المتحدة، وأسهم بشكل كبير في تطوير وتحديث النظام الصحي في بلاده قبل أن تختاره منظمة الصحة العالمية في عام 2018 مديرا للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط. اليوم أسأل الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط عن دور المنظمة في مساعدة دول المنطقة على مواجهة تفشي فيروس كورونا ومدى استعداد دول المنطقة إلى التعامل مع السيناريوهات المختلفة لتفشي المرض. دكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أهلا وسهلا بحضرتك في بلا قيود على شاشة بي بي سي عربي. أهلا وسهلا أستاذ رشا، جزاكم الله خير على الاستضافة. شكرا لحضرتك يا فندم. مفترض أنه البداية هي من قرار الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية، كيف يؤثر ذلك على المنطقة التي حضرتك تدير فيها العمل في جائحة كورونا؟ في البداية أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى قناة البي بي سي وبالأخص برنامج بلا قيود. طبعا كما هو معروف منظمة الصحة العالمية منذ اليوم الأول لإنشائها وقرار دول العالم على إنشاء هذه المنظمة العريقة كانت تعتبر بوابة لدخول يعني المجالات الصحية ومختلف البرامج الصحية إلى كل دول العالم، فهي أنشئت من دول العالم إلى كل دول العالم تخدم جميع السكان على هذه البسيطة بمختلف أجناسهم بمختلف مستوياتهم بمختلف ثقافاتهم. ولله الحمد خلال السنوات الماضية نجحت المنظمة في التعامل مع الكثير من الأمراض سواء المعدية والغير المعدية وكذلك على مختلف الأصعدة. طبعا علاقة المنظمة الصحة العالمية مع كل دول العالم ومع أمريكا علاقة قوية ومتينة بإذن الله وستستمر كذلك. ولكن كيف هي مع الولايات المتحدة بعد هذا القرار يا فندم؟ نعم طبعا هي يعني علاقة خلال الأيام الماضية كما هو تم تداوله علاقة أصبحت نوعا ما فيها نوع من الشد والجذب، ولكن نحن على ثقة وعلى يقين بأنه الدعم السخي والثمين التي كانت تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية إلى المنظمة وإلى العالم أجمع من خلال مختلف البرامج سيستمر بإذن الله. والمراجعة التي هل تسعى هناك إليها اتصالات بهذا الشأن يا دكتور منظري؟ هل هناك اتصالات لمراجعة القرار الأمريكي وكيف سيؤثر ذلك إذا لم يتم العدول عن هذا القرار؟ طبعا الاتصالات مستمرة والتأثير يعني نحن نعمل على مختلف المستويات في التعامل مع تقليل أي تأثير أو أي ضرر قد يعني يخلفه هذا القرار من قبل الولايات المتحدة برفع الدعم عن منظمة الصحة العالمية، ويعني نمشي في مسارين، مسار المحادثات مع مختلف المختصين في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك مسار المحادثات مع مختلف الداعمين لتغطية أي عجز قد تواجهه منظمة الصحة العالمية. نعم، هل هناك من ترتيبات خاصة لتجربة الأمصال التي يجري الحديث عنها، خصوصا أن هناك تصريحات للمنظمة فيما يتعلق بلقاح بي سي جي مثلا الذي يعالج السل أو الدرن، ليس هناك من دليل علمي كما قالت المنظمة أنه هو لقاح يمكن الاعتماد عليه، أين وصلت جهودكم بالتنسيق مع الدول والفرق الطبية القائمة على تطوير لقاح؟ نعم ولله الحمد المنظمة قطعت شوط كبير جدا خلال الأسابيع الماضية منذ أن تم الإعلان عن تجربة عدد من الدول من خلال مختلف المراكز البحثية لهذه اللقاحات، وهناك لدينا مجموعة من الخبراء ما زالوا يعني على تواصل مستمر مع وراهم في هذه الدول من أجل الخروج برؤية واضحة وتوصيات واضحة في استخدام هذا اللقاح. ولكن كما هو معروف يعني إجازة أي لقاح حتى إن نقول أنه ممكن استخدامه بشكل آمن وسليم يأخذ عدد من المراحل يعني تمتد إلى ما يقارب السنة والسنة والنصف، ولكن ولله الحمد خلال الأسابيع الماضية تم قطع شوط كبير جدا في هذا المجال. تمام. مفترض أننا فهمنا في الفترة الفائتة من الأطباء والفرق العاملة على مجابهة كورونا أنه أي لقاح يستغرق 4 مراحل ربما آخرها هي تجربة الأمان أنه يمكن استخدامه على البشر، ألا يمكن التخطي بعض هذه الإجراءات الآن، لا أقصد الأخيرة بالتأكيد ولكن على الأقل لتسريع الأمر مع قلق الناس جميعهم وأعينهم معلقة على منظمة الصحة العالمية؟
طبعا انا اود ان اشير انه ولله الحمد خلال السنوات الماضيه ومن خلال تجربه منظمه الصحه العالميه ودول العالم مع يعني امراض معديه مثل الايبولا، كان سابقا يستغرق انتاج اللقاح واستخدامه تقريبا 10 سنوات، ولكن ولله الحمد مع هذه التجارب خلال السنوات الماضيه تمكنا من تقليص هذه المده الى سنه او سنه والنصف. لا يمكن تخطي اي من هذه المراحل، وخصوصا اذا هذه المراحل تمس بالاخص مأمونية استخدام هذا اللقاح، ولكن كما ذكرت يعني الخبراء عاكفين على استغلال واختزال الوقت باذن الله لما فيه الخير والصلاح لجميع السكان على هذه الارض. لكن حضرتك تعلم يا دكتور منظري انه الى جانب التلسنات السياسيه هناك ايضا من يتهم المنظمه بتسييس اوقات الاعلان، طريقه الاعلان عن بعض الاجراءات، ما هي حدود سلطه منظمه الصحه العالميه على الدول التي تخفي ارقام مثلا المصابين او الوفيات او لا تلتزم بالاجراءات العالميه المعروفه الان للسلامه الى اخره، سواء تشديد الاجراءات او تخفيفها؟ نعم، طبعا منظمة الصحة العالمية تنطلق من مبادئ وقيم لوائح النظم الصحية 2005 والتي اعتمدت من كل دول العالم فيما يخص التعامل مع مثل هذه الحالات والفاشيات والجوائح. فلذلك المنظمة يعني بناء على هذه اللوائح والتي اعتمدتها كل دول العالم تمشي من خلال الثقة التامة والاحترام المتبادل بين المنظمة وكل دول العالم، وخصوصا فيما يعني يتعلق بمشاركة البيانات أولا بأول وبكل شفافية. فنحن في منظمة الصحة العالمية ليس لدينا أدنى شك من أن كل دول العالم تشاركنا البيانات يعني بكل شفافية، ودائما وأبدا نكرر من خلال مختلف المنصات دعوتنا لدول العالم الاستمرار في المشاركة بهذه البيانات في حينه حتى نتمكن من قيام المنظمة بتحليلها وإعطاء النصح والمشورة المناسبة في الوقت المناسب. بس لماذا تلتزم المنظمة يا فندم خصوصا في الدول التي حضرتك يعني أكثر الدول صعوبة في منطقة شرق المتوسط التي ضربتها كورونا بشكل سيء، هي تقريبا تحت دائرة إدارتكم، لماذا تلتزم المنظمة بس بالأرقام والإحصاءات الرسمية من كل دولة ولا يتم مثلا عمل بحث ميداني أو التواصل مع منظمات المجتمع المدني أو المنظمات الموازية للحكومات، لأنه كمان هناك قرارات تكون مبنية أحيانا على مصالح سياسية أو تحسبا لأمن قومي من نوع ما كما تقول هذه الدول؟ إنه حضرتك مثلا في مارس تحدثت عن إنه الفيروس هيأخذ عدة أسابيع وإنه يعني لا داعي للقلق، وقبل ذلك أيضا كانت هناك تصريحات لمسؤولين بالمنظمة، وبعدين يعني أعتذر لكن اتهمتم بأنكم إما أخطأتم أو أنكم سوفتم في المعلومات، مش أنت شخصيا طبعا. نعم، طبعا أود أن أشير أنه هذا الفيروس فيروس جديد، معرفة الجميع به معرفة محدودة ويوما بعد يوم ولله الحمد تزيد، سواء من حيث طبيعة الفيروس، ديناميكية انتشاره، مختلف الجوانب المتعلقة بالتشخيص والعلاج والوقاية. ولكن نحن كما ذكرت مع منظمة الصحة العالمية نقوم على علاقتنا مع الدول على أساس الثقة المتبادلة بناء على لوائح النظم الصحية، ولذلك يعني يوجد هناك بنود في هذه اللوائح اعتمدتها الدول وتقر ونوعا ما تلزم هذه الدول بالمشاركة بهذه البيانات في حينه حتى نتمكن من تخطي أي عقبات. طبعا مع بداية ظهور هذا المرض جميع الخبراء يعني أقروا خلال الأيام الأولى أن الرؤية غير واضحة فيما يخص هذا الفيروس، ويوما بعد يوم ولله الحمد اتضحت الرؤية. فلذلك البيانات التي تصدر سواء من منظمة الصحة العالمية أو مختلف الدول كانت مستندة على الدلائل والبراهين التي لدينا في حينه خلال تلك الفترة، ويوما بعد يوم تتغير أحيانا هذه التصريحات بناء على ما هو يفيدنا به العلم حول هذا المرض بس وحول هذا دكتور الفيروس. منظري الكلفة كانت شديدة، يعني في دولة مثل إيران مثلا وحضرتك تعلم الحجم، أو لا أحد يعلم حتى الآن بأمانة الحجم الكارثي لعدد الإصابات والوفيات والتي انتقل منها الفيروس لعدد من دول الجوار من بينها العراق، وهي أيضا تحت إمرة أو تنظيم حضرتك في المنظمة. حينما أعلن عن أول حالة في منطقة الشرق الأوسط، كان ذلك في إقليم شرق المتوسط كمان كي أكون أكثر دقة، كان يوم 29 يناير كانون الثاني 2020. ألا تجد حضرتك أن الإجراءات بدأت متأخرة جدا في كل الدول في المنطقة عن هذا التاريخ؟
هو طبعا يعني احنا نحن في منظمه الصحه العالميه لاقليم الشرق المتوسط، منذ اليوم الاول الذي اعلنت فيه الصين عن تسجيل هذه الحالات وابلغت المنظمه، قمنا في منظمه الصحه العالميه لاقليم الشرق المتوسط بالتواصل مع كل الدول، وانا شخصيا كنت متواصل مع وزراء الاقليم، وخصوصا بعد تسجيل اول الحالات في ايران تواصلت في اليوم الاول من الاصابات، وكذلك مع وزير الصحه الاماراتي، واتفقنا على عدد من الخطوات من ضمنها التواصل المستمر بين الفنيين والمختصين والخبراء في المكتب الإقليمي والمكتب الرئيسي مع من وراءهم في وزارة الصحة ومختلف القطاعات المعنية، وقمنا بتفعيل حزمة من يعني نصحنا الدول بتفعيل حزمة من الإجراءات التي يعني تشمل تقوية النظم الصحية وكذلك تقوية الصحة العامة وتوعية أفراد المجتمع حول هذا المرض. فكما هو معروف يعني في دول اتسمت بالقوة في أنظمتها الصحية، ولكن على الرغم من ذلك يعني واجهت يعني نفس السيناريو الذي واجهناه نحن في إقليم الشرق المتوسط وبالأخص كما تفضلت في إيران. طيب، كي نكون منصفين، أزمة القطاعات الصحية والتقليص وعدم الاهتمام بالبحث العلمي كشفت جائحة كورونا أنها ظاهرة عالمية لا يمكن يعني اختصاص لا الشرق الأوسط ولا الشرق المتوسط بها، وإلا نكون غير أمينين. ولكن على الأقل هناك عدد من الدول في المنطقة كانت إجراءاتها أشد من دول أخرى، قطاعاتها الصحية أقوى من أخرى، وهكذا. إلى أي مدى هناك تنسيق بين حضرتك، بين المنظمة حيث أنت قطاعك يعني شرق المتوسط، وبين الدول التي تمكنت من تقديم بعض المساعدات؟ يعني لما ذهبت إلى الموقع الإلكتروني للشرق المتوسط للمنظمة وجدت أنه فقط هناك مساعدات من دولتين في المنطقة، السعودية تجاه عدد من الدول، وأديس أبابا بتصدير معدات إلى دول أفريقية في حملة تبدأ أو بدأت يوم 14 من أبريل نيسان. نعم، أود أن أشير طبعا منذ الإعلان عن هذا المرض كونه يهدد الصحة العامة وكذلك إعلان المنظمة أنه كونه جائحة، قمنا مباشرة يعني من خلال المكتب أو المركز اللوجستي في دبي التابع لمنظمة الصحة العالمية إرسال مختلف الدعم لهذه الدول، المعينات المختبرية على سبيل المثال، أجهزة التشخيص، الأجهزة الوقائية إلى كل دول الإقليم. يعني خلال أسابيع تمكنا ولله الحمد من تغطية 22 دولة في هذا المجال، يعني في مجال التشخيص، وكذلك تم إرسال الكثير من الإمدادات إلى مختلف دول العالم من خلال المركز اللوجستي في دبي. وطبعا ولله الحمد تمكنا تخطي عقبة إغلاق الحدود والمطارات عن طريق التعامل مع عدد من دول الإقليم باستخدام طائرات خاصة لنقل هذه المعونات، على سبيل المثال المملكة العربية السعودية كما تفضلت، الإمارات العربية المتحدة، استخدمنا الخدمات برنامج الغذاء العالمي لإيصال الكثير من هذه، والأسبوع الماضي ولله الحمد بالأخص أو الأسبوع هذا وبالأخص أمس تمكنت الأمم المتحدة من إرسال شحنة يعني كبيرة جدا إلى أديس أبابا يتم توزيعها إلى ما يقارب من 32 دولة في أفريقيا، وهذه العملية عملية كبيرة يعني جدا ونقلة نوعية في تموين يعني هذه الدول من خلال المركز اللوجستي الموجود في دبي والذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية. هو لافت الجهود المتعلقة بأفريقيا دكتور منظري بعد إعلان 10,000 حالة في أفريقيا، وهذا رقم قد يرى على أنه صح أفريقيا لم تبلغ فيها جائحة كورونا الذروة بعد، هناك خشية طبعا من ذلك، ولكن كان جيد جهود التنسيق بين إقليم شرق المتوسط، المكتب الإقليمي شرق المتوسط بالمنظمة، الاتحاد الأفريقي، ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. إلى أي مدى يمكن تعميم هذه التجربة، خصوصا أن هناك دول أعلن مكتب حضرتك أنها تقوم مثلا بتصنيعات محلية للحاويات المتعلقة بالاختبار مثل العراق، على الرغم من أنه إمكانياته قد تبدو ضعيفة، وأيضا ضربه الفيروس بشكل سيء، فكيف تنسقون في هذا النوع من الجهود؟ هل يمكن تعميمه على دول أخرى؟ نعم، هذا هو يعني المنهج الذي ولله الحمد نتبعه منذ الفترة خلال الفترة الماضية، التنسيق بين جميع الشركاء، التنسيق بين الدول وبين الأقاليم من أجل إيصال ما هو مطلوب إيصاله خلال الوقت المناسب. فكما تفضلت يعني بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع المكتب منظمة الصحة العالمية في شرق في مكتب في أفريقيا، والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، وكذلك المكتب الإقليمي
أوروبا ومختلف الأقاليم، كان في تعاون لصيق، ومع منظمات أممية أخرى كما ذكرت لك. يعني ولله الحمد يعني هذه سهلت، ولكن على الرغم من ذلك التحديات كبيرة، ونسعى إلى المزيد من هذه العمليات لكي نضمن وصول هذه المساعدات في الوقت المناسب، وخصوصا في الدول التي تعاني من شح نعم في هذه الإمكانات. وكذلك يعني طلبنا طيب من الدول الإقليم وخارج الإقليم من خلال منصات منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة العمل على تفعيل وتنشيط الإنتاج المحلي من هذه المواد، ومشاركتها مع الدول التي تعاني من شح في هذه الموارد. طيب لما نسمع مثلا ان هناك ان المنظمه مثلا تشيد بجهود دوله ما، وذلك مثالا عليه مثلا مصر فيما يتعلق بالاجراءات الحمائيه او الاجراءات المطبقه من الدوله لمحاوله محاصره فيروس كورونا، كان هناك ترحيب مثلا من المنظمه بالجهود المصريه، هناك اشياء نراها باعيننا، اجراءات حظر تجوال، حظر تجوال اشد في الاردن، اجراءات لها علاقه بمنع التنقلات الداخليه في عدد من الدول، السعوديه مثالا الى اخره، كل ذلك جيد، ولكن الى اي مدى يمكن للمواطن العادي ان يثق في الترحيب باجراءات دوله ما اذا كان يرى تخفيفا جزئيا على بعض الاجراءات او على بعض الاماكن التجمعات مثلا، وهذا حدث في مصر وحدث في عدد من الدول الأخرى، إلى أي مدى أنتم واثقون مما يقدم لكم من معلومات بهذه الأطر؟ نعم طبعا أود أن أذكر أن يعني هذا المرض مرض جديد علينا جميعا، ومن خلال التجارب السابقة يعني لمثل هذه الجوائح والفاشيات، كان هناك حزمة من الإجراءات التي قامت بها الدول تتمثل في مسارين: مسار الحكومة الواحدة بمختلف قطاعاتها، ومسار المجتمع بأسره يعني بمختلف أطيافه، ولا بد أن يكون هناك تكامل بين المسارين. فلذلك كما تفضلت يعني بعض الدول قامت ب يعني إجراءات حظر التجوال وإغلاق المجمعات وحظر التجمعات، وهذه إجراءات أثبتت نجاحها في عدد من دول العالم، حيث أنها قللت من سرعة انتشار المرض، وبالتالي تمكنت من التحكم في المنحنى الوبائي، وبالتالي هذا ساعدها على يعني تجهيز نظمها الصحية في التعامل مع الحالات الواردة بكل يسر وسهولة، مقارنة إذا لم يتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات وصار في ارتفاع شديد جدا في عدد الإصابات وعدم مقدرة النظم الصحية في التعامل معها بشكل ناجح. طيب لا يختلف أحد مع ذلك يا دكتور، ولكن كمان الإجراءات المجتمعية كما حضرتك تفضلت وذكرت، ونسبة الوعي التي هي بالتأكيد ربما لا يلام فيها الأشخاص غير الواعين بقدر ما هي لها علاقة بإرث طويل من التجهيل ربما والإفقار وإلى آخره، ولكن على أي حال كيف يمكن النظر إلى عدم الالتزام مثلا الفردي أو المجتمعي بهذه الإجراءات من أجل أو بسبب الفقر أو انخفاض مستوى المعيشة أو انخفاض مستوى التعليم، يعني كل ذلك يلزمه عقود من الإصلاح، لكن الآن ماذا نفعل؟ ماذا تفعل المنظمة للحد من هذه الظواهر، من بينها مثلا التنمر على المصابين أو عدم السماح بدفنهم في بعض الدول من قبل الأهالي، هذه أمور شديدة الخطورة لأنها ستجعل من يصاب بالمرض لا يبلغ عن نفسه ولا يذهب إلى المستشفى إلى آخره. هذا سؤال مهم جدا. يعني طبعا منظمة الصحة العالمية لما أوصت بهذه الحزمة من الإجراءات أكدت على أن تكون هذه الإجراءات التي تتخذها الدول إجراءات قائمة على تحليل منطقي وتحليل علمي داخل هذه الدولة، من حيث الفوائد التي سوف تجنيها تلك الدولة من هذه الإجراءات، وبالتالي كذلك يعني مراعاة جوانب أخرى يعني كما تفضلت اجتماعية أو جوانب اقتصادية أو جوانب نفسية لجميع المواطنين في هذه الدول، والتي تنتج عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات الوقائية. ف يعني من خلال تواصلنا مع عدد من الدول وجدنا ولله الحمد كما ذكرت لك أنه الدولة تحركت ك يعني حكومة واحدة بمختلف قطاعاتها، وكذلك المجتمعات، وذلك لتأمين أو للتقليل من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية على فئات معينة كما تفضلت قد تعاني من اتخاذ هذه الإجراءات. كما تحدثنا عن الطبقات الأكثر فقرا أو المعوزة أو إلى آخره، ينبغي أيضا الحديث عن الصف الأول الذي يجابه هذه الجائحة،
الطواقم الطبية، الأطباء، الممرضين العاملين بالشؤون الصحية، عمال الإسعاف إلى آخره. ما مدى الدعم الذي يقدم حقيقة من المنظمة لهؤلاء مع الشكاوى المتكررة في كل دول العالم بصراحة، وطبعا في دول المنطقة على سبيل الخصوص، إنهم يعني إما بسبب ضعف الإمكانيات أو عدم الاهتمام أو أحيانا سوء الإدارة يعانون أكثر من غيرهم وليس هناك لهم من حماية؟ يعني هو فعلا يعني منظمة تابعت بقلق شديد وضع العاملين الصحيين كما تفضلت، لأنهم هم الخط الأول للحماية بإذن الله من هذا المرض. ولذلك المنظمة يعني كانت دائما توصي دول العالم والقطاعات الصحية بتقوية يعني هذا الجانب من خلال التدريب المستمر للعاملين في القطاع الصحي، وخصوصا حول هذا المرض، من خلال يعني إيفاد الأنظمة الصحية بمختلف المستلزمات، على سبيل المثال مستلزمات الحماية والوقاية الشخصية للعاملين الصحيين. ولذلك يعني كان خلال الأسابيع الماضية التركيز على مثل هذه الرسائل لوزارات الصحة بمختلف مستوياتها، سواء الوطنية أو المحلية. ويعني خلال هذه الفترة كذلك تم متابعة عدد الإصابات في ما بين الطواقم الصحية، وتم خلق برامج تدريبية للطواقم الصحية من أجل الاستفادة بما هو موجود من موارد في الدولة، والعمل كذلك على يعني زيادة تلك الموارد من خلال زيادة إنتاجية المصانع في هذا الجانب. وتمكنا ولله الحمد يعني خلال المركز اللوجستي في دبي من إيصال الكثير من المستلزمات الأساسية، ولكن على الرغم من ذلك هناك حاجة يعني ماسة لتوفير مثل هذه الموارد بطريقة أكثر وأكثر. قضيتان أساسيتان ربما يمكن دمجهما، لهما علاقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة والإجراءات الإسرائيلية في هذه المناطق، كيف يواجهكم ذلك بالكثير من الصعوبة فيما يتعلق بكورونا، والأمر الآخر له علاقة باللاجئين، يعني بطبيعة الحال المناطق الملتهبة في المنطقة، سواء اليمن، سواء سوريا، سواء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكلها تحت إطار عملكم في شرق المتوسط في المكتب الإقليمي للمنظمة. فعلا فعلا، هو طبعا احنا ننطلق منظمة الصحة العالمية من مبادئ ان الصحة للجميع، ومن مبادئ ان الصحة هي حق يعني مكفول لكل فرد من افراد المجتمع بغض النظر عن موقعه الجغرافي، بغض النظر عن توجهاته المختلفة. فلذلك من خلال يعني منصة الأمم المتحدة وبالتعاون مع مختلف الشركاء وحتى مع مختلف القطاعات الموجودة في الدولة، تمكنا ولله الحمد يعني من الوصول إلى هؤلاء الأشخاص. ولكن على الرغم من ذلك هناك المزيد من العمل يجب أن نقوم به، ولا زلنا يعني نأمل بتعاون وثيق جدا مع مختلف الشركاء من أجل الوصول إلى هذه الفئات من الأفراد المجتمع الموجودين في مثل هذه المناطق كما تفضلت، مناطق النزاعات والصراعات. وأود أن أشير إلى طلب الأمين العام للأمم المتحدة الذي صدر منذ فترة، والذي طالب فيه على سبيل المثال من إيقاف فوري لأي صراعات يعني بين الجماعات من أجل التعامل مع هذا المرض بكل حزم، لأن المرض هذا لا يعرف الحدود ولا نعم، يعرف يعني دولة عن دولة أخرى ولا مجتمع عن مجتمع آخر. فعلينا جميعا كوحدة واحدة، كعائلة واحدة، أن نواجهه. دكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ممتنة لحضرتك، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك في بلا قيود على شاشة بي بي سي عربي. شكرا جزيلا اختي العزيزه، جزاكم الله خير.